يلا حيهم جميعا، هلا وغلا ومرحبا، نورت المكان. بالله عليكم ايش رايكم باللبس والطقم اليوم؟ اذا ما تعرف من انا خذ نبدا عني. انا احمد الشمري، صانع محتوى ورحاله من السعوديه، مسافر على مدار ال 24 ساعه بشعار كن على ثقه بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. اسمعوا، راح ننقسم ثلاث فرق. الفريق الاول ناس تدور الصناديق والغرف السريه وحتى الشخصيات السريه، في شخصيات مخبينها في الجدران. الفريق الثاني يروح يلعب الاربع تحديات عشان نجمع المفاتيح، وبعدها نتاهل انه احنا نروح قلعه باوزر الورع ونروح نجلده. الفريق الثالث والاخير يتمشى، راعي استكنان ابي يستكشف لنا المنطقه هذه ويستكشف جزء من مناطق يونيفرسال ستوديو. اتفقنا؟ يلا مشينا. لحظه، قبل ما نخش بالحماس خلوني اعلمكم بالاسعار وبعض الاشياء المهمه لو نويت تجي هنا. اول شيء، عالم ماريو يقع داخل يونيفرسال ستوديو بمدينه اوساكا في اليابان، وفي طريقتين تقدر تدخل فيها عالم ماريو. الطريقه الاولى انك تحجز تذكره عاديه ليونيفرسال ستوديو، وبتكلفك بحدود ال 64 دولار، ما يعادل 240 ريال سعودي. تقدر تحجزها عن طريق موقعهم الرسمي او عن طريق اي وسيط مثل تطبيق كلوك. ولكن الاشكاليه بالطريقه هذه انك لازم تجي بدري عشان تلحق وتحجز لك مكان داخل عالم ماريو قبل ما يصير زحمه ويروح عليك، لانه الاولويه للناس اللي تحجز بالطريقه الثانيه، واللي هي انك تحجز تذكره لعالم ماريو مباشره، بتكلفك بحدود 82 دولار، ما يعادل 300 ريال سعودي، وبكذا تضمن انك انت راح تدخل عالم ماريو. ولا تخاف، حتى لو حجزت تذكره لعالم ماريو فقط تقدر تدخل برضه يونيفرسال ستوديو وتستمتع فيها بشكل عام. وبسم الله دخلنا عالم يونيفرسال ستوديو، موجود في اوساكا. طبعا في عالم هاري بوتر، وبرضه داخله في عالم سوبر ماريو. احنا مقطعنا اليوم عن سوبر ماريو، رايحين لعالم سوبر ماريو ان شاء الله. تخيلوا كذا الدخول، اول ما تدخل هذا المنظر كذا قدامك، رهيب مره رهيب. وطبعا المحلات يمين يسار، تبي تشتري يسار تبي تشتري يمين، نفس اول او نفس مقطع ديزني لما شفته ديزني، نفس فكرته يعني. والله رهيب مره. شوف الشخصيات هناك. احلى شيء لاني لابس ماريو، فالعالم الموظفات والموظفين لما يشوفوني يسوون ينقزون. يا اخي اليابانيين يا معطيني جوي مره. شفتوها؟ هذا اللي اقصده. احلى شيء انه اليوم الجو كذا شمس، ما في غيوم، ما في اي شيء، يمدينا نلعب وننبسط. بسم الله عليك، بغي حسب الشيطان. بغى يطيح. اول ما تدخل عالم ماريو راح يجيك الباور باند، ضروري تشتري واحدة. ليش؟ لانه اذا كانت بيدك راح تشوف الداخل الدنيا تتفاعل معاك. شوف اللقطة هذه. فعشان كذا ضروري تشتري واحدة منها. ماريو، لويجي اخوه، بيتش، ديزي، يوشي، تود. الحين بنشتري السوارة وبعدها ندخل نشوف عالم ماريو ونستكشفه مع بعض. والله يا ناس الحماس مليون. هلو، كونيتشوا. Can I have Mario? Because I'm Mario today. 2,000? 4,000? Okay, can I be with the... Thank you so much. Thank you. Thank you. يا ناس شوفوا البوابة كيف؟ فعلا داخل عالم ماريو، عرفتوها الخبرة ذي؟ لا غنى لبس السوارة. يا عمي انتوا ايش فيكم مغطينك؟ ايش دعوة يا اخوي، انتم متعقدونها يعني؟ ايه هذه هي. بسم الله. وبسم الله على بركة الله، سوبر نينتندو عالم ماريو. يلا دخلنا. اسمع الصوت، اصلا اسمع بالله. لا لا تستهبلون. يا ناس والله كأنه حقيقي. شوف الفلوس فوق. الفلوس فوق تشوفونها. اي هذه النبتة الخايسة. يا قهر ذاك اللي فوق، تذكرته كان يصفقني دايم. يا ناس والله كأنه صدق. حتى الموسيقى. هذا شفتوه؟ هذه الصناديق اللي انا كنت اقول لكم عنها. والله تحس انك فعلا في عالم ماريو.
الاصوات الاشكال فوق باوزر الورع ذا قاهرني من ذيك الايام. طبعا حلو انك انت تربط السوارة حقتك بالجوال وبتطبيقهم عشان تعرف كم جبت سكور، لانه لا تنسون لما انا اجيب البوكسات واجمعها كذا قاعد اجمع سكور وتشوف ترتيبك من ضمن اللاعبين الموجودين. فعليا يجيك احساس انك انت قاعد تلعب، يعني كل بوكس تضغطه، كل مهمة تخلصها، الاشياء السرية اللي تحصلها كلها تاخذ سكور عليها. تشوفون هذا التطبيق، تسوي سكان، شوف تشوفون خلاص سويت البروفايل حقي. خليني اوريكم التحدي الاول، تضرب بالسوارة البوكس هذا ولازم توقت لما تلف الدائرة هذه، لازم تيجي الى هنا وتضربها، تطلع فوق وتضرب. ها شو سواها، وبعدها اذا فزت تروح وتاخذ مفتاحك. تشوفون هذا المفتاح، تسوي كيف. اسم التحدي هذا كوبا تروبا باور بانش، هذا اسم التحدي. خذينا المفتاح ابشركم. هذا التحدي الثاني اسمه جومبا كريزي كرانك. فكرة التحدي تلف الشيء هذا بسرعة وهذاك الشيء لازم ما يجي، يعني كأنك تطيحه على ورا، يعني لا تخليه يقرب ويعض اذنك، فهمت الفكرة؟ وإذا فزت تاخذ المفتاح. هلا كنجوا، هاي. Okay. So that's good. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. فزنا يا حبيبي، تيا طيحنا ورا. أيوة خذنا المفتاح. خذنا. اسمع الميوزك، عالم هاري بوتر. وهذه سيارتهم لما سلموا في الشجرة، تذكرونها؟ الريبوتر بشكل يوه. القطار يوه، وهنا قلعتهم ورا الظاهر. مع تنين ونجاريوم لبيوسا، المفروض لما يقولوا ونجاريوم لبيوسا يحركها وبعد هذه تطلع فوق. نشوف ونجاريوم لبيوسا، ايوه طلعها تحركت. وما يحتاج اقول لكم هذا وشو، مدرسة هوغوارتس، هنا يتعلمون السحر الزقرت هاري بوتر وشلته. رهيب رهيب مرة رهيب يا اخي. انا والله العظيم ما ادري، شعور غريب، بس عرفت لما تجون هنا قريه هوكسميد، هوكسميد القريه اللي كانوا يشترون منها الاشياء اللي تنقصهم من العصيان والادوات مثل السحر والاشياء هذه، فكان باختصار هنا القريه اللي يتقضون منها كذا. والمحلات يمينك يسار، هذا المحل اللي هي الطائر البومه اللي كان يوصل لك، اللي كانوا حمام الزاجل عرفتوا، اللي يوصل البريد. شوفوا مش حاطينه هنا. ماريو، اسمع الموسيقى وشوف القطار قدامكم. شوف شفتوا، على اساس انه يعني يحركها. اوبا ونجاريوم لافيوسا، وتحرك الشنطه هناك. نايس، حتى الرياكشن هذه حلو والله، رهيب والله. Please come, please come, fire on and please come.
تشوفهم تحت الباب. يلا تقدرين. الله. كل اللي حولي هاري بوتر وشعوذة وسحر وانا جايهم ابرق لوني احمر. ماريو. التحدي الثالث انا اسميها النبتة الوسخة، اسمها بيرانا بلانت. فكرة التحدي لازم تطفي المنبهات قبل ما تصحى النبتة وتعضك. هاشو هاديو نايس اكيد انا قاعد. يلا خلينا ناخذ المفتاح. والله بغيت تقوم. والله قوم. ولو قلت لي يا ابو حميد مالي خلق اركض والعب، ابي شيء بمكاني هنا. اجل خليني اعلمك عن لعبه تحدي الملوك، وهذا اعلاننا اليوم. تحدي الملوك لعبه توديك للعصور القديمه، تكون فيها ملك وعندك قلعه وتحت رايتك جيش، ولكن لازم تسيطر على العرش. ولكن السيطره على العرش مو بالسهوله هذه، وتحتاج احد يساعد. وهذا اللي يميز لعبه تحدي الملوك، انها مبنيه على اسس التحالفات، يعني باختصار يد واحده ما تصفق الا بعد يد اصابعك طويله، هذا شيء ثاني. النوع هذا من الالعاب نوع مختلف، ينفع للناس اللي يحبون الاستراتيجيات والتخطيط، يعني باختصار لازم تكون رايق وتحسبها صح. اللعبه فيها اشياء كثيره ومتجدده، وكل ما تطورت اكثر باللعبه تكتشف اشياء اكثر. ختاما، طماطم بلسم وفرت لكم عن طريق منصتهم الرسميه افضل الطرق واسرع انك انت تشحن العابك المفضله مثل فورتنايت وببجي. ولعبه تحدي الملوك ترى تدعم النظامين الاندرويد والاي او اس، ورابط تحميل لعبه تحدي الملوك ورابط منصه طماطم بلس تحت بالوصف. نكمل المقطع. هذه اذا مريت وحصلت بيض اضغط عليها عشان تاخذ نقاط. شوفوا يا اخي. يا الله هاي هذه النبتة الوسخة. هناك الفلوس. دوروا البيض معي. شوفوا هذه بيضة، هذه بيضة. اسلم، شو بلاحظ؟ سمعته؟ لقيناها. وين البيضة الثانية؟ ما حصلت الا خضرة بس. شوفوا صارت تنور الخضرة، اني حصلتها. لحظة، في هنا بيضة. هذا يقول انه في بيضة هنا. الزرقة الزرقة. حصلنا الزرقة. شوفوا هذه معاه. في بيضة، في بيضة. إذا سمعتوها تقول هي هي، يعني في بيضة، دوروها على طول واضغطوا عشان تاخذون النقاط. خلينا نشوف كم جبنا نقاط. رهيب يا أخي. حتى فكرة الفلوس كيف تدور كذا فوق حلوة مرة، تحس انه صدق، عرفت؟ مرة حلوة. تود معاه بيضة ذهبية بس ما في زر ذهبي هنا. معليش اذا شفتوا وجهي مفقع لهم بتستغربون، ادري تقول ايش السالفة، لانه انا جاي اليوم الثاني، انا جاي يومين ترى ورا بعض عشان اقدر اخذ راحتي بالتصوير. يعتبر غالي بس الفكرة اني اقدر انقل لكم افضل تجربة، عرفت الفكرة؟ والله يعوضنا خير ان شاء الله. ايه خذينا الجولد ايج. تذكرون لما قلت لكم تود معاه البيضة الذهبية؟ شوفوا اعطوني اياها بالبرنامج. Time is ours.
تدخل معاهم. مين انت؟ الله والله يا حماس مرة حماس. اوه شوفوا عندهم عالم جراسيك وورد على طول. جراسيك وورد العالم ذاك حق الديناصورات. اوه لحظة خلنا ندخل نشوف ايش السالفة هنا. عالم جراسيك وورد. اي والله شوف هذا حاطين ديناصور قدام. شوفوا السلام وش ذا الديناصور؟ معاها مثل الزرع او النبته على اساس انه يلحقها الديناصور. شوفوا شوفوا صوته بشكل هذا شو اسمه رابتر نسيت اسمه هذا اللي يسمونه بلو بالفيلم تذكرونه. شوف الصغير هذا شوف حاطينه بعربان الصغير. اوه شوف يعني لانه عالم ديناصورات وكذا فحاطين لحم ديناصور اتاك ميت. وانا اكيد ما اتوقع انه حلال بس انه يعني حلوه الفكره. اصلا تسمعون الاغنيه حقتهم حقت الفيلم. وش هذا؟ يو الله حلو يا عمري. تود هناك. انا كنت باخذ شخصية تود اصلا بس اني ما حصلت لبس فقلت خلاص خلني اياه. يا عمر شوف الله توت كيف ذا المشروم الصغير هذا. راس الفطر. هاي توت هاي. ثانك يو. انا قاعد اقول يا اخي رهيب والله رهيب. انا قاعد افكر لي ساعة ناظرته شكله صح؟ شلون؟ هو بني آدم داخله كيف صغير مرة مستحيل إنه طفل. اسمعوا حصلت منظار ينفع للناس الملاقيف فإذا أنت ملقوف كذا تحس اللقافة بدمك وودك تراقب خلق الله تجي المنظار هذا. خلينا نجي نراقب خلق الله. أوه لحظة شوفوا يتفاعل. أنا كنت أحسب لازم 4 مفاتيح طلع لازم 3 ونروح الباوزر. احنا جمعنا 3 مفاتيح الحين رايحين الفاينل ستيج عند باوزر ولازم هنا تحط السوارة حقتك عشان تدخل اللعبة. يا حزينة فاينل ستيج. يس لايك ذس. اوكي 1 2 3. نايس ثانك يو. هذا باوزر جونيور اتوقع. قاعد هلو ثانك يو ثانك يو. الحين قاعد انتظر فريق يجي معي عشان ندخل ضد باوزر. الخطه 4-4-2 اذا شفنا الوضع ماشي نبي نهرب على طول. هنا باوزر. Let's go.
رهيبة والله. Thank you. I'll give you some rest. حلم حياتي تحقق. جلت باوزر يا ناس. كنت وأنا ألعبها كنت صغير مرة. كان يبقسني. أوه شوف المكان هذا. كذا كأنك دخلت أمريكا صح؟ أصلا شوف حاطين الإعلام هناك. شوف بس الحقبة شوية القديمة. يعني مو الحين. شوف شلون شكل البيوت. حلو والله. مرة حلوة. والله يا جزمة مقاس 77. ها شوف حتى هنا. شوف الشكل كذا من هنا. شوف. أم سبايدر مان. لحظة سبايدر مان. شوف سبايدر مان أنا. هلا والله شوف سبايدر مان. أي لأن سبايدر مان من أوكي فهمت حلو. يا سلام حلو انهم كذا حاطين اشياء بالزوايا في اماكن يمديك يعني تروح تستكشف نفسك مو لازم بس تمشي في مسار واحد تقعد لفلف بتحصل اشياء مثل سبايدر مان كذا هيا جايز هلا هاي شوف حتى هنا يس يس اوف كورس بيصوروا معي يلا يوتيوب خذوا معنا صوره عشان لبس ماريو قايل لكم لبس ماريو اسطوري تشوفون الشكل كيف والله عجبني كيف حتى مركزين بالتفاصيل الصغيرة. تدرون حلو التصوير هنا يعني مثلا لو تجلس على الدرج هذا وتاخذ لك صورة كذا يطلع حلو والله. You lost really good in this. اللعبة هذه فكرتها انك انت تجمع قطع المفاتيح المكسرة وتجمعها بالنص عشان تاخذ المفتاح. اوكي. I think we need two players. Two players. اوكي. تاتشي. اوكي. لازم نجمع بسرعة المفاتيح. وين؟ يبان؟ اوكي. اي ما يضبط الدنيا. One more. Where is it? You found it? Yeah. Oh, yeah. Good job. Oh, yeah. Now. Now. Thank you. إذا خلصتوا لعبة وناسة تيجي تكافئ نفسك بمقهى توت. فيستقبلك تود هو اللي الطباخ حقنا. هذا ما هو اكل ادري عينكم عليه يدورون لك ما هو باكل هذا الرقم طبعا هنا الاكل ما هو بحلال انا سالت ما فهموا علي فاتوقع انه مو حلال انتبهوا فانا طلبت عصير وطلبت مثل كيك ووريكم اياه الحين تدرون وش اللي حبيته في المكان هناك تشوفهم حق اللي مثل تود انا نسيت اسمائهم والله القريه هم اللي كانوا يطبخون لك في المطبخ
تشوفهم هناك جالسين يحضرون ويقطعون ويسوون مرة مرة حلوة. وانت فعليا جالس في مكان كذا كأنك في مكان يعني بيت ماشرب بيت فطر، عرفت؟ هذا لذيذ، ليمون مع اشياء حالية، حلو مرة. هذا اسمه سوبر ستار، هذا اللي طلبته. العصير رهيب، حاطين لك مثل الاشياء الجلي كذا مربع صغيرة تحت، شوفها هذه. تخيلوا، مو انا قلت لكم احنا جالسين مثل الماشروم وفي الشبابيك نشوف القريه من برا ونشوف المطبخ. جاهم باوزر بالسفينه ويرمي عليهم قنابل، وتشوفون التود الصغار ذوري يركضون وخايفين الماشرومز الصغار. والله مره حلوه. جت الكيكه حقتي. حطي لي ورده داخل. شوف الورده، باكل ورده اول شيء قهرتني. حاطين فوق كريمه وهذا بسكوت. الى الان كريمه وبسكوت، فتحتها بالغلط، كنت باكلها من فوق، معلش انكسر الباب مشوا لي اياها. كيكه، عرفتوا؟ كيكه كريمه فوق وهنا تحت كيك وبسكوت، ما ادري وش الاحمر هذا. تعرفون ذاك الشيء اللي كانه جيلي كذا، الجيلي الاحمر ذاك اللي اذا فتحت الثلاجه قام يهز منخرع منك، هذا كانه جيلي احمر، عرفتوا؟ طعمه كذا الجيلي. اي هذا اقرب شيء اقدر اقول لكم اياه، جيلاتو. ايه يلا يلا. اسف لاي اب قاعد يناظرني، والله اني اسف. خلاص خلاص، اخر مقطع حوشتوني خلاص. لازم نعيش الدور، احنا قاعدين نسترجع ذكرياتنا، طفولتنا، عالم ماريو، فيعني كمبيوتر عائلة، تذكروا ذاك؟ ايوه، فنعيش المود شوي. احلى شيء باليابان دائما يعطونك هذا في اي مكان، مثل يا شو مو معطرة، مثل كانه مناديل كذا تمسح فيها يدك كانك تغسلها، بس ما هي معطرة، معقم يعني. كلها سالفة عشان بقول لك منديل معقم. الفكر يا بني ادم الفكر. أنا مشكلتي ما أحب الكيك، كل أمانة أنا ما أحب الكيك، ما أدري ليش، ما هذا. أنا كنت أبي أطلب شيء وكل كذا، قلت يمكن حلال، أشوف لي شيء كذا، ما ضبط معي. هذه حلوة والله، لا تفهموني غلط، بس أنا ما أكل كيك يعني ما أحب. هذا والله لذيذ، هذا أطلبوه على ضمانتي. جاني بينج فجأة. بالله تقييمكم بلبس ماريو، أبي تقييمكم بالكومنتات، علما بأنه أي تقييم أقل من 9.5 لن ينظر فيه نهائيا. والله أكثر شيء يوسع صدرك هنا المحلات. شو شلون شكل المحلات؟ رهيبة مرة. أحلى شيء إنه اليوم الجو كذا صح شمس، بس لما تجي بالظل يجيك كذا نسمة هواء باردة. حلو. شو يعني احنا الحين في الشارع، حاطين لك إشارة هناك. يا ناس والله يحاكون أمريكا ولا كيالي. أنا والله شوف علامهم هناك. ليش قلت كذا؟ لأنه عرفتوا اللي يكون محل دائما تشوفونه بأفلامهم، يكون محل بولينج وبنفس الوقت سينما، فهذا هو صايرة هنا. ايوه اسلم صح. اوه تعذر وراي. اقول كذا في صوت ادور هذا اليوم وراي. شرك فيونا اسلم اي وبس. الى هنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى والله من كل قلبي المقطع عجبكم ونال رضاكم. ان شاء الله انكم عشتوا معنا تجربه سوبر نينتندو ويونيفرسال ستوديو. لا تقصرون معي باللايك والدعم، تكفون دعمكم يا اخوان. نشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي، فمان الله. فينيش دان انا قاعد اقول يا ساتر.
تخيل واقف فوق راسي يقول لي لا الحين اطلع يلا خلاص خلاص وقف طفي الكاميرا. يا الله والله صنعت المحتوى صعبة، ولكن ما خلي أي شيء يوقفني، أصنع محتوى في أي مكان في العالم. دائما خلك مبتسم وتفائل بكل شيء في الحياة.